الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد جاء في أواخر سورة هود من كتاب الله العزيز: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فاختلف الناس في المقصود بقوله عز وجل: ولذلك خلقهم. أخلقهم سبحانه وتعالى للابتلاء أم للرحمة؟ والحق أن جواب ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في غير ما آية، ومنها أول سورة الملك. يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالله سبحانه وتعالى خلقنا ليبتلينا، فالله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وهو حكمه الحق والعدل، لا إله إلا هو، وهو العليم الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.